جبل قلبي اسكن جبال وجبت رجال غير بحر وما حراس يا سيد غيرك ما يا حلالي جوهرة جوهرة عزيزة سمك غالي جوهرة جوهرة سكنة وحبالي عليكم. أهلا بكم في برنامجكم فن الحياة، الحلقة الرابعة من برنامجكم فن الحياة، وفي الحلقة الثانية من الركن الصحي. في الحلقة اللي فاتت من الركن الصحي تكلمنا على عموميات في الركن الصحي، على الصحة الجسدية وعلى الصحة النفسية. تكلمنا في الصحة الجسدية بلي كاين ثلاث نقاط، كاين الغذاء والتنفس والرياضة، هذا بالنسبة للصحة الجسدية. وتكلمنا أيضا على الصحة النفسية بصفة عامة، وقلنا أن بإذن الله هذه المرة راح نتعمقوا فيها ونتكلموا فيها بالتفصيل. لكن قبل ذلك حبينا نشكركم بزاف 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 على تدخلاتكم وتعليقاتكم في المنتدى اللي كانت فعلا في صلب الموضوع. واحلى حاجه ان هذه المره فعلا ما كانتش مجرد اشياء نظريه، ولكن كانت تجارب شخصيه نتاع كل واحد فيكم، وهذا احلى ما في الامر. واول تجربه معنا كانت تجربه اسيا، اختنا اسيا من الجزائر دخلت في المنتدى وتكلمت على تجربتها الشخصيه خصوصا في الغذاء. قالت ان في الغذاء يمكن ان يكون برنامجها مش متوازن تماما، لكن احلى حاجه عندها وهي متعلمتها منذ الصغر في البيت وهي انها في فطور الصباح تاكل مليح مليح مليح، وبالتالي فان هذا الفطور يعطيها طاقه كبيره تقدر تكمل بها طول اليوم. هذا بالنسبه للافطار. تكلم الثاني اسيا على حاجه اخرى وهي التنفس، وحاجه مليحه بزاف بزاف. قالت انها مواظبه عليه منذ تقريبا عام، وهي ملاحظة الفرق كيفاش انها تقدر تركز اكثر وتسترخي اكثر وكل شيء. يعني التنفس هذا مساعدها بزاف 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 في حياتها. دونك اسيا تكلمت على التنفس وتكلمت على الافطار وتكلمت ثاني على الرياضة، وقالت انها الحمد لله تمارس رياضة المشي كل يوم. مخرجنا العزيز سامي كيدار دخل في المنتدى ثاني وكتب التجربة الشخصية تاعو، تكلم على النظام الغذائي اللي كان داره من قبل. في فترة من الفترات كان يعاني من زيادة في الوزن، فتبع نظام غذائي قاس عدد الحريرات اللي يحتاجها على حسب النشاط تاعو على حسب الوزن تاعو، وحوس على نوع الاغذيه وكل غذاء شحال يمد لنا من حريره وكم يمد لنا من فيتامين، وحط نظام غذائي فيه نوعيه الاغذيه اللي ياكلها وكميه الغذاء كل يوم، وبالتالي فقد اعطى هذا النظام الغذائي نتائج جيده جدا جدا جدا، لدرجه انه قال انا كنت حاس بجسمي سعيد، ما على باليش كيفاش ما حس بجسمي سعيد. هو قال انه يعني اعطانا هذه التجربه هذه لامرين، هو انه يحفز نفسه باش يعاود نفس النظام الغذائي باش يعاود يعدل وزنه، ويحفزنا احنا ثاني باش نتبعوا نفس النظام الغذائي اذا كان عندنا بعض المشاكل. وهذا شيء جميل جدا جدا جدا، هو ان ننصحوا بعضنا البعض، نتبادلوا خبرات بعضنا البعض، هذه تساعدنا في حلول بعض التحديات اللي عندنا. الاستاذ خالد بركات من مصر دخل في المنتدى وكتب التجربه تاعو اللي يقول فيها انه مجرد تغيير العادات السيئه في النظام الغذائي مكناته ما شاء الله انه ينقص 25 كيلوغرام. بعض العادات السيئه هذه منها انه ما كانش يفطر في الصباح وصار يفطر، وفي العكس في الليل كان ياكل متاخر، ياكل بزاف بزاف بزاف، ما عادش ياكل بزاف، ما عادش يكثر الاكل. كما قال انه يعني منذ 5 شهور ما قمتش خلاص من الاكل وانا شبعان، يعني قبل ما نشبع نقوم من الاكل. وقال انه نقص في الكميه تاع الاكل تاعو للثلث، يعني اصبح ياكل ثلث كميه الاكل اللي كان ياكلها منذ 5 شهور. ومجرد تغيير هذه العادتين السيئتين هذوما اللي ما كانش يفطر عادي يفطر وكان يتعشى بزاف عاد ما يتعشاش بزاف وعاد ينقص كميه الاكل، مكناته من انقاص الوزن. خويا الياس تاني من الجزائر العاصمه تخلو كتب التجربه تاعو في المنتدى تاعنا تاع همسات، وتكلم فيها على نفس اللي تكلم عليه الاستاذ خالد بركات، وهو العادات السيئه وتغيير العادات السيئه. كان ياكل بزاف الخبز، كان يشرب بزاف حمود، يشرب بزاف العصير، كان بزاف عادات سيئه كانت عنده. ومن بعد عمل طريقه مليحه بزاف بزاف بزاف، وهي لها علاقه بالصحه النفسيه اكثر، انه ربط الاشياء السلبيه هذه ربطها بالالم، انه دار لها رابط سلبي. كما قال هو انا نعاني من مشكل ان البطن تاعي خارجه شويه، مانيش حاب نقص 25 كيلو بصح البطن تاعي خارجه شويه. فقعدت كي نشوف حمود نتفكر بطن خارجه، كي نشوف عصير ولا ناكل خبز نتفكر بطن خارجه. فبمجرد انه ربط هذه العادات السيئه هذه بالالم ساعدوا هذا الرابط هذا على انه يغير هذه العادات السيئه، وهو حاس بتحسن والحمد لله. بعد ما
استعرضنا مع بعض تجاربكم الشخصية، ندخل بإذن الله في محور حلقة اليوم وهو الصحة النفسية. تكلمنا عليها المرة اللي فاتت بصفة عامة، وتكلمنا قلنا أن من أهم الأشياء اللي لازم تكون عندنا، مش تكون عندنا يعني نكون صحاح نفسيا، هي الإيحاءات الإيجابية، أن نكون نتكلم مع نفسي وعن نفسي بطريقة إيجابية. ولكن مش هو هذا برك الموجود في الصحة النفسية، هناك أشياء كثيرة بزاف 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 في الصحة النفسية قدرنا نلخص البعض منها في 12 نقطة راح نتكلم عليها بإذن الله واحدة واحدة. أول وأهم هذه النقاط اللي تكلمنا عليها في الصحة النفسية هي التوكل، توكل على الله سبحانه وتعالى، توكل اللي يعطينا راحة ويعطينا اطمئنان ويعطينا إحساس بالأمان كبير بزاف بزاف، رانا الكثير منا مفتقدين هذه الأيام. ومن يتوكل على الله حق توكله يرزقه كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. ثاني نقطة هي مربوطة أيضا بالتوكل وهي الرضا، الرضا لكن بعد العمل بالأسباب، إنه الإنسان يدير اللي عليه ومن بعد يرضى مهما كانت النتائج، طالما دار اللي عليه فما فيش داعي إنه كل شوي يبكت نفسه ويدخل في دائرة التبكيت وعلاش 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 أنا درت هك، ويدخل في دائرة لو 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 لو، لأن لو من الشيطان. فأهم شيء لازم يكون عندنا بعد التوكل هو الرضا بعد الأسباب، بعد العمل بالأسباب. ثالث نقطة هي أن يكون لحياتك معنى، لأنه يكون عندك هدف أو رسالة تسعى لتحقيقها في حياتك، وهذه الرسالة أو الهدف أو المعنى في حياتك راح يكون بمثابة معلم أو حاجة ثابتة، غوتاغ يكون ليك يعني دائما ترجع ليه، ما تحسش نفسك أنك تايه في هذه الدنيا، يعني دائما عندك حاجة ترجع لها وهي هدفك ورسالتك وكل شيء تربط بها يعني، وهذا يساعدك كثير 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 في الصحة النفسية. رابع نقطة هي التحسن المستمر، انه يكون الانسان دائما في تحسن مستمر، دائما يسعى انه يحسن نفسه ويثقف نفسه اكثر، وذلك بالمطالعه وباشياء واحده اخرى كثيره كثيره راح نشوفها بالتفصيل باذن الله في الركن الشخصي. لكن اهم شيء ان التحسن المستمر يعطي الانسان ثقه في نفسه ويخلي صحته النفسيه احسن. فمثلا في اليابان عندهم في المطار تاعهم، عندما تدخل المطار في اليابان مكتوب فيه في الحائط اربع كلمات، وهي اريغاتو اللي هي صباح الخير، كونيتشوا اللي هي شكرا، كايزن اللي هو التحسن المستمر، وتشاينتين اللي هو المرونه التامه. يعني من اهم الاشياء عندهم انه الواحد يكون عنده اخلاق جيده، صباح الخير وشكرا يعني يحثوا على الاخلاق الجيده، ولكن معها يحثوا على المرونه التامه وعلى كايزن اللي هو التحسن المستمر. النقطه الخامسه هي نظافه المحيط والهندام الحسن، وهذا شيء كيما نقولوا احنا يطلع المورال بزاف بزاف بزاف، يعني الواحد حالته النفسيه تكون مرتاحه اكثر عندما يكون في بيئه نظيفه وحس انه لبس يعني لبس نظيف. كما يقول ان الله يحب ان تظهر اثار نعمته على عباده، وكذلك ان الله جميل يحب الجمال، فنظافه المحيط ونظافه الهندام والهندام الحسن تساعدنا كثير 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 في ان الحاله النفسيه تكون مليحه بزاف. الترفيه، روحوا عن القلوب ساعه بعد ساعه، يعني مليح انه الانسان في وسط العمل اللي يكون يعمل فيه الاجتهادات اللي يجتهد فيها وعمله ودراسته وكذا، مليح انه ياخذ وقت ليه يرفه فيه عن نفسه، لكن بطريقه مفيده طبعا، مثلا كانه يتفرج على برامج في التنميه البشريه، تكون برامج لها اهميه، مثلا برامج الدكتور ابراهيم فقي، مثلا حصه الحياه امل، مثلا حصه فن الحياه في منتدى همسات، او اي شيء يرفه به عن نفسه، او انه يخرج مع اصحابه مثلا، أو يقوم بأي شيء يساعده في الترفيه عن نفسه. هذا بالنسبة للترفيه، يعني لغاية الآن تكلمنا على ست نقاط وهي التوكل، الرضا بعد العمل بالأسباب، أن يكون لحياتك معنى، كايزن أو التحسن المستمر، خامسا نظافة المحيط والهندام الحسن، وسادسا الترفيه. النقطة السابعة واللي لها علاقة بالترفيه واللي اعطيناها كمثال في الترفيه وهي الصحبة الصالحة والبيئة الإيجابية، كما يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فإن الأصدقاء الإيجابيين يكون يؤثروا على الإنسان بطريقة بزاف إيجابية ومليحة بزاف بزاف بزاف، وبالتالي فإحنا نقول أن حذاري من الناس السلبية اللي ممكن يأثروا عليك بالسلب وممكن يأثروا سلبيا على صحتك النفسية، فخليك دائما محاط بناس بيئة إيجابية.
ثامن نقطة هي البعد عن العادات السلبية. العادات السلبية هذه تقدر تكون عادات معنوية مثلا كالغيبة كالنميمة كالحقد، أو عادات سلبية مادية أهمها السهر، يعني أنه تكون هناك اضطرابات في النوم أو حتى اضطرابات في الأكل. وأهمها أهمها أهمها هي التدخين، التدخين 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 وكل الأضرار النفسية والجسدية اللي ممكن يلحقها هذا التدخين بالإنسان. فإن نبتعد عن هذه العادات السلبية سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، فهذا يساعدنا كثير 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 في تحسين صحتنا النفسية. فحذاري من التدخين. تاسع نقطة وهي الاسترخاء ولو ربع ساعة يوميا، أي أن الإنسان مجرد أنه يستلقي ويغمض عينيه ويتنفس بطريقة صحيحة من الطريقة اللي شفناها المرة اللي فاتت وبطريقة بطيئة أو بعمق، فهذا الاسترخاء ربع ساعة يوميا رح يساعده كثير كثير أنه يحسن صحته الجسدية وكذلك النفسية. النقطة العاشرة هي البعد عن الغضب والقلق. كثير من الناس يغضبوا من أشياء يعني صغيرة بزاف، أو يتقلقوا من أشياء لم تحدث، يعني الخوف من المستقبل. بعض الدراسات العلمية أثبتت أن 95% من الأشياء اللي نخاف منها أنها تحصل لنا في المستقبل لا تقع، وبالتالي فما فيش داعي أن نقلقوا أو نخافوا أو نغضبوا، لأن هذا الشيء له أضرار كثيرة 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 على جسم الإنسان. لأن الغضب أو القلق راح يطلع لنا نسبة الأدرينالين، والأدرينالين هي اللي راح تزيد ضربات القلب، وعندما ترتفع الأدرينالين في الجسم فإنها راح تزيد نبضات القلب تكون أسرع، ضغط الدم يرتفع، وحتى إفرازات المعدة راح تزيد، وبالتالي تقدر تسبب لنا حتى تقرحات في المعدة. وبالتالي فإن لو ابتعدنا عن الغضب والقلق وكل هذه الأشياء راح نرتاح جسديا ونفسيا. وكما يقال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. النقطة 11 هي التخيل الابتكاري، والتخيل الابتكاري فيه محورين. المحور الأول هو أني نتخيل نفسي وأنا نواجه في صعوبات، ونشوف نفسي كيفاش أني نحل في هذه الصعوبات، يعني أكني ندرب في نفسي ذهنيا على حل التحديات اللي ممكن تواجهني في حياتي. هذا أول حاجة. النقطة الثانية في التخيل الابتكاري وهي أني نشوف نفسي في أحسن صورة، يعني بعد ما نكون درت الاسترخاء اللي تكلمنا عليه نسترخي ونشوف نفسي في أحسن صورة، يعني مثلا وأنا ناجح وأنا سعيد وأنا مرتاح وأنا نحقق في هدفي. هذا يعني أكني ندرب في نفسي ذهنيا ونقنع في نفسي بالصورة الإيجابية اللي راح نكون عليها، وهذا الشيء راح يمدلنا ثقة بالنفس كبيرة بزاف بزاف بزاف. وعندما نقع في تحديات مثلا راح نلقى باللي انا راني مستعد، يعني حضرت نفسي للموقف هذا اللي راني نواجهه، يعني سواء كانت تحديات فانا نشوف في نفسي وانا نحل فيها، او سواء كانت يعني صوره ايجابيه نشوف نفسي عليها، فانا راني نشوف في نفسي في احسن صوره، وهذا يديني ثقه في نفسي ويحسن لي صحتي النفسيه. النقطه 12 والأخيرة واللي تحدثنا عليها في الحصة الماضية هي الإيحاءات الإيجابية. كيف أني نتكلم مع نفسي بطريقة إيجابية، كيف أني نتكلم عن نفسي بطريقة إيجابية، طريقة كلها تفاؤل وإيجابية، راح تزيد لي ثقتي في نفسي وحتحسن لي صورتي الذاتية، وبالتالي صحتي النفسية راح تكون أفضل. إذن باش نلخصوا النقاط اللي تكلمنا عليها، النقاط الاثنى عشر أو المفاتيح الاثنى عشر كما يقول الدكتور فقي، المفاتيح الاثنى عشر للصحة النفسية هي: أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى، ثانيا الرضا بعد العمل بالأسباب، ثالثا أن يكون لحياتي معنى، رابعا كايزن أو التحسن المستمر، خامسا نظافة المحيط وحسن الهندام، سادسا الترفيه، سابعا الصحبة الصالحة والبيئة الإيجابية، ثامنا الاسترخاء كل يوم ولو ربع ساعة، تاسعا البعد عن كل العادات السلبية، عاشرا البعد عن الغضب والقلق، النقطة 11 هي التخيل الابتكاري، وآخر نقطة النقطة 12 هي الإيحاءات الإيجابية. وبالتالي نكون ختمنا الصحة النفسية. إذا لو حبينا نراجع الحلقتين، الحلقة اللي فاتت وحلقة اليوم مع بعض، لاحظوا أننا تكلمنا عن الركن الصحي، قلنا أن فيه صحة جسدية وصحة نفسية. الصحة الجسدية تكلمنا فيها عن ثلاث نقاط هي الغذاء والتنفس والرياضة، وبالنسبة للصحة النفسية تكلمنا عن 12 نقطة للصحة النفسية.
وهكذا نكون وختمنا الركن الصحي كملناه، يعني درنا له الحلقة الأولى والحلقة الثانية بالنسبة للركن الصحي كملناه. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا فيه بزاف 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 بزاف. احنا استفدنا بزاف بزاف من تدخلاتكم ومن تعليقاتكم من كل الأبحاث اللي قاعدين تديروا فيها، يعني الحمد لله أننا قاعدين نستفيدوا من بعض. طبعا هذه النقاط هذه تكلمنا عليها باختصار، لكن ابتداء من اليوم بإذن الله وفي المنتدى راح نديروا برنامج مع بعض ان كيف نطبقوا كل واحدة من هذه النقاط سواء في الصحة الجسدية او الصحة النفسية، نطبقوها يوميا او اسبوعيا، او راح ندخلوا في المنتدى بإذن الله ونتناقشوا مع بعض ونشوفوا كيفاش راح يكون تطبيق هذه النقاط. هذا بالنسبة للركن الصحي. حاجة اخرى راح نديروها في المنتدى هي كما طلبنا منكم المرة اللي فاتت انه يكون هناك ابحاث عن طريقة الغذاء والصحة بصفة عامة في الكتاب والسنة، وقلنا أن راح يكون فيها أبحاث كثيرة بزبزب، والحمد لله جتنا أبحاث كثيرة بزبزب منكم. من بين هذه الأبحاث كانت هناك الأخت أوسيان في المنتدى اللي تكلمت لنا بزاف، ربطت لنا بالحديث وبالسنة وتكلمت على الطب النبوي وكتب القيم الجوزية. كاين تاني الأخت سماح سامية، الأخت سامية من شلف اللي جبتنا موقع وهو طبيب.com. وكاين تاني الاخ سامي كيدار، مخرجنا سامي كيدار اللي جبدنا اختار النوم اكثر من 9 ساعات، واعطانا الرابط على موقع الاستاذ عمر خالد عمرخالد.net. يعني نتائج الابحاث كانت رائعه فعلا، احنا نتمنوا منكم المزيد باذن الله في هذا الاسبوعين اللي بقاو لنا قبل الحلقه الجايه، لان الحلقه القادمه باذن الله راح تكون حلقه مفصليه. احنا كملنا الركن الصحي، من قبل ما نبداو في الركن الثاني راح نديروا الحلقه القادمه اللي هي حتكون حلقه مفصليه، راح نعلنوا فيها نتائج هذا البحث. يعني النتائج هذه راح تكون شبه جدول او جدول او برنامج يومي او اسبوعي، راح ندخلوا في المنتدى ونتناقشوا مع بعض ونشوفوا وش هو هذا الجدول اليومي او الاسبوعي اللي راح كل واحد فينا يطبقه، راح يكون برنامج صحي بالنسبة لي، كل واحد يقيمه ويعدله على حسابه هو، لكن في الأخير راح نكون كلنا فريق فن الحياة، راح نكون خرجنا بعد الركن الصحي ببرنامج أو جدول على حسب يومي أو أسبوعي أو شهري، راح في كل التفاصيل والأشياء اللي استفدنا منها بعد البحوث هذه تاعنا ونخرج به في الركن الصحي. وبإذن الله راح يكون عندنا نفس الجدول أو جدول شبيه له في آخر كل ركن، راح نملوه بإذن الله بالبحوث التي نكون قد قمنا بها. إذا كما قلنا راح الحلقة القادمة راح نكمل نتائج الأبحاث، راح نبعثوا اقتراحاتنا قلت هذه الأسبوعين، نبعثوا اقتراحاتنا على الجدول أو البرنامج الصحي، وأهم شيء هو الحلقة المفصلية اللي راح تكون الحلقة القادمة، هي حلقة مهمة جدا جدا جدا، نتمنى أنكم تشوفوها وتقولوا لكل اللي تعرفوهم أنهم يشوفوها. الحلقة المفصلية هذه حلقة مهمة جدا جدا، وهي اللي راح تحدد طريقة العمل في الحلقات القادمة. طبعا الحلقة القادمة هذه هي راح تكون آخر حلقة قبل رمضان، بعدها راح تكون هناك لقاء خاص مباشرة قبل شهر رمضان بإذن الله، وبعدها راح نكمل حلقاتنا وأركاننا في برنامج فن الحياة.